اكيد انا كنت منتظر تكون مقابله صعبه خاصه الفريق النهائي متواجد في نهائي كره القدم الافريقيه، ولكن صعدنا له المهمه خاصه في الشوط الاول. انه لقينا هدف ما عرفتش كيف بعد خطا من المهاجم متواجد وجه لوجه مع الحارس. اكيد انه حمرنا وجه الفريق الاولمبي قريب، نتمنى ان نعود بنتيجه ايجابيه، ولكن ما كملناش اليوم خاصه كنا ايضا نتمنى ان الجماهير تاعنا تكون متواجده اليوم. ما عرفتش علاش كيف حرام، هذا شيء حرام انه الجماهير تاع اولمبيك خليفه ما يدخلوش اليوم الدار البيضاء باش يساندوا الفريق تاعهم. السؤال يبقى مطروح وبارك الله فيكم.